مساء الخير ومساء الورد والفل والياسمين. بأي وقت عم بتشوفوا الفيديو يسعد أوقاتكم بذكر الله والصلاة على رسول الله. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واليوم حبيت شارك معكم فيديو جديد من نوع جديد إن شاء الله رح تحبه. اليوم رح نعمل عدة تحديات. طلب الصبايا بالبس قالوا لي خليه يحكي محمود وتسنيم بالهولندي، فهلأ محمود رح يحكي بالهولندي وتسنيم رح تحكي بالعربي انه شو عم بيساوي. ان شاء الله تحبوا هالنوع من الفيديوهات، اكتبوا لي بالتعليقات. Hallo iedereen, vandaag doen we een challenge. Kies dezelfde product uit. Ik en mijn zusje gaan tegen elkaar en we moeten dezelfde producten kiezen. En Mahmoud, hala tahaddi. شوف شو مين بده يختار، هتديلا ولا كاتشب ولا بندورة ولا تمام، يعني رح نختار نشوف بسعر. تمام رح نشوف اذا رح تختاري انت ومحمود نفس الاختيار. ماشي يلا ايه هلا بسألكم 1 2 3 بنشوف كل واحد بيختار، بترفعوه لفوق لنشوف رح تختاروا نفس ال انه الشغلات او لا. تمام يلا مستعدين؟ يا 1 2 3 يلا محمود. لا محمود غشيت هالمرة، رجعوا كل واحد يحط ايده على الغرض اللي بده ياخده. حطوا ايديكم على الغرض اللي بدكم تشيله. يلا 1 2 ارفعوا لفوق. غلط. يلا نزلوا حطوا ايدكم على الغرض الثاني. يلا ارفعوا. اوه اختيار مثل بعض. يلا رجعوا حطوا ايدكم على الغرض ارفعوا. ما متطابقين. يلا اللي بعدها 4 محاولات. يلا حطوا ايدكم على الغرض ارفعوا. 2 2 يعني 2 صح و2 غلط. 1 2 3 يلا حطوا ايدكم صح. هاي صاروا 3. يلا تمام. اوكي، we hebben nu 3 goed en 3 fout. Nu gaan we naar de andere challenge. هلا رح نعمل 1 ثاني تحدي. شطورة يلا. حطوا ايديكم على الغراض. يلا تسنين، ما تطلعين. يلا. ارفعوا. اوه غلط. ماما غصت. يلا، ثاني. حطوا ايدكم على الغراض ارفعوا. انت اللي قاعده تغشي، ما بتصير غشاشه. يلا يلا حطوا ايدكم على الغراض ارفعوا. يلا حطوا ايدكم على الغراض ارفعوا. كلهم غلط. يلا السمره. يلا حطوا ايدكم على الغراض بدون ما تغشي تسنيم. يلا تسنيم لا ارفعوا. wie de het snelste de ballonnetjes prikt en wie ze allemaal heeft geprikt die is de winnaar. Maar hebben na alle talen ballon niet hadden we voet bij een cupcake. هلا اللي بيطقلب والين اسرع شو راح نخليه يعمل يا محمود؟ كب كيك نعمل. كب كيك فشيرا. يلا هاي كل واحد دبوس على مهلكم شوي شوي. يلا لازم تطقطقوهم بسرعه. يلا 1 2 3 يلا يلا تسنيم. طقي تسنيم بسرعه. ايه تسنيم يلا يلا. لا ما تساعده. يلا تسنيم يلا تسنيم تسنيم سبقك. ها يلا تسنيم يلا سوما يلا يلا بسرعة. كيف خبونا؟ هلا محمود خلص أول، بس تسنيم كمان فينا تزين وحدة. محمود بزين 2 وتسنيم بتزين وحدة. يلا هلا رح احضركم الاغراض مشان
تزينوا الكب كيك. كب كيك فشيرة بهبة هذا شلاخ بهبة شلاخ روم ام بهبة نوخ مير هاخو شلاخ يا ام بهبة نوخ مير هاخو شلاخ. مين خانة بخينة يلا كل مين بقى يزين بالهاخو شلاخ لحاله او انت عم تزينيه محمود انا يلا تسني بالدور كل واحد يزين شوف اينو برايكم التزيين احلى كثير حلو حلو وانت كمان حلو تزيينك ومحمود تزيينه حلو انشخ في ذا مويستر فشيرينج هات ان لات ويت في ذا مويستر كب كيك فشيرت نعمل اندومي حار لا انا معي الاندومي العادي بس بنحط الحار فيه وامي مع الاندومي الكوري الحار مع الصوص الحار فيه ما هلا بنحط الحار بس لحتى شو اسمه ليستوى وبعدين بنحط الحار هلا هذا بنحطهم بعدين انت شيل هدول وخلي نحطهم ونسخن ونعمل مثل ما شفتوا التحدي بيني وبين محمود على الاندومي الحار طبعا انا ما حطيت له كتير حار حطيت له شوي صغيرة لانه هو ما كتير متعود وحطيت إلي كمان مع كل الظروف لانه كتير كتير حارة فشاركوني انتو بتحبوا الاندومي الحار ولا بتحبوا تحطوه بدون حار يلا محمود حط الصوص لإله وهاي الصوص لإله انا هلا ما فيني حطه لانه ريتال هون عم تبكي لا ما يلا حون طبعا مشان نزيد ال ما تحط الاثنين انت حطيت بس وحده حط بس وحده يلا هات لقص لك اياه ما في داعي ها هون بلشنا نجهز الاندومي مثل ما شايفين حطيت شوية بهارات لمحمود يعني الحارة وحطيت إلي تقريبا ربع الصوص لانه كتير كتير حار موريتال على اساس مشاركين معنا حطينا له شوية اندومي طبعا بدون بهارات وبدون اي شيء بس المعكرونة خبروني عنكم كيف عم تقضوا اوقاتكم مع الاولاد بالعطلة شو عم بتساووا نحن هيك يعني نوعا ما عم نساوي تحديات عم يعني نلتهي بشغلات حلوة ومفيدة وان شاء الله اسا لقدام رح نصور لكم اكتر باذن الله يلا هلا صاروا جاهزين تسنيم الحكم انا معي مثل الكوريين كيف بيعملوا بالعصايات وانا معي كمان عصاي وواحد ثلاث ثلاثة يلا فوزوا بياخد لا ما بعرف شو صار طعمه بس ما تقتخ هلا انا ما حطيت كل الظرف ما فيني على مجربته قبل بمره بسم الله طيبه كثير طيبه والله ولالا يلا ذوقي انت شو انت ما حاولت لك شيء طيبه ريتا يمي بس هو التحدي بس انا ومحمود يلا محمود شو حر الا اله انا باكل تبيته كمان شو محمود حر اللي معاه ما حر بس لانه سخنه هي ما طيبه اذا ما سخنه ما طيبه بارده ابدا لبس طيبة ما بعمل متقطع
العكس الحار الواحد يخلاه ياكل اكثر من واحدة. ايه ماما انت كمان عم تاكلين اندومين مشاركين بالتحدي بس بدون حار. رمينا نفوس بعد 5 سيارة. يلا بابا محمود منح انتركا مين يخلص؟ نشوف مين بده يخلص وبياخذ فير اورا. يا سلام فير اورا. بس مين يفوز حدا؟ اول واحد بيخلصها؟ لا ما مسابقة. يلا محمود وماما. لا 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 يا بدي سنين معدي. سنين معدي 3 2 1 2 3 لا ما هيك هيك بتختنها 5 6 خلص كل طبيعي. مين بيخلص المهم تبعيته وبيتحمل الحرب. 2 3 4 سنين معدي كيلي اذا بتريدي. 6 8 9 5 تمام 1 انا ما كترته بصراحه حل. خلصت سنين اذا بتريدي كيلي لوقت عدتي وفي ياخذوا كل المصاري. تمام يلا انه ياكل وياخذ كل هدول المصاري يعطيه لابو. اوكي يا ويلي هلا وصلنا على الاخير. مين والله ماما فاشت تتاخذ كل في قرب تحتيه لبابا يشتلى لماما وكشوف ولا ماما. شو تبلش الحال؟ مجلش خلص اذا ما خلصت. خلصت انا. كيف التجربة؟ حلوة. لا لا طبعا لانه سخنة بتحرر اكثر بتعمل حرارة اكثر. لهون بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو. ان شاء الله تكونوا حبيتوا وان شاء الله يكون عجبكم. اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات وبإذن الله بنلتقى بفيديوهات جديدة وانتو وانا بأفضل حال يا رب العالمين. وما تنسوني من لايكاتكم وتعليقاتكم الحلوة وسلام.